خط سر الحلقة لما يكون عندنا العدس هياخد وقت كتير من السوى، وعندنا بتنجان معايا مساعدين شطار، البتنجان متحمر وجاهز، وانت شاطرة في تحمير البتنجان أحسن مني بالتأكيد. ولكن خلونا نتكلم عن المسقعة، عن البصارة اللي الشيف المغازي يعملها النهاردة بطريقة جديدة. كلنا عارفين البصارة أكلة مصرية لها تراثها ولها طبعا بصمتها، وأكلة طبعا من الزمن الجميل بتاعت أمهاتنا، محدش هيعرف يعملها أبدا زي أمهاتنا. البصارة اللي هي الفول المدشوش، وبعد ما بيتسلق الفول بياخد يا اما ملوخيه ناشفه يا اما خضره. ايه الخضره بتاعتها؟ كزبره ما عدا الشبت طبعا، فلفل حار، بقدونس، ايا كان، وفلفل رومي. ده بالنسبه للبصاره الطريقتين. ولكن البصاره بتاعت الريف المصري والصعيد المصري الجميل اللي بوجه له تحيه كبيره من مزبيرو، اللي هي عباره عن فول مدشوش، وكانت ام الله يرحمها تعملها دايما بالملوخيه الناشفه الناعمه جدا. النهارده هعمل البصاره بالعدس ابو جبه، العدس الاصفر بتاعنا اللي احنا بنعمله مع الكشري، بس هعملها بطريقتي بقى. دي اكله طبعا مشهوره جدا في المطبخ الشامي اللبناني والسوري، اسمها العلمي المدردره غير المجدره. ايه الفرق بين الاثنين؟ المدردره اللي انا هعملها دلوقتي اللي هي البصاره، المجدره بتاخد رز بسمتي والعدس ده طبعا، وتتقدم معاها زبادي وتبقى اكله لطيفه وجميله. العدس بيتسلق، مقاديرها على الشاشه، فريق العمل جميل، فرسان التلفزيون المصري. العدس معانا طبعا بيتغسل مره واثنين وثلاثه ونسيبه على جنب، وفي الاخر بيتسلق. وبعد ما بيتسلق يا ابو علي بنحط له طبعا البصله والتومه والجو بتاعنا ده اللطيف الجميل من الفلفل الجميل. النهارده الاكل بتاعنا في متناول الجميع. العدس على النار بيستوي بالشكل ده كده، سايبه طبعا ياخد وقته علشان بعد كده هينضرب في الخلاط. وبعد كده ندخله بقى شويه الكمون الحلوين، وندخل البصله المقرمشه اللي انا هقرمشها دلوقتي بطريقتي. بنجيب بصل بنقطعه شرايح بالشكل ده كده اهو، بعد ما ياخد التتبيله بتاعتنا اللي هي شويه كمون، شويه كركم، معلقه نشا صغيره ومعلقه دقيق عشان يبقى مقرمش. هنحمر البصل ده في قلب الزيت ونزين بيه طبق البصاره بتاعتنا. والمسقعه اللي معانا النهارده على اللي احنا هنشتغلها مع بعض، ممكن نعملها من غير لحمه مفرومه على فكره. ولادك مش بيحبوا اللحمه المفرومه، وانا بحبها مع الضاني، ممكن تعملها بفراخ، بس كده ما بقتش مسقعه. نقول مثلا طاجن البتنجان بالفراخ، ولكن المسقعه طبعا اكله لها التراث ولها البصمه المصريه كلنا عارفينها، وخاصه لما بتبيت في الثلاجه بيبقى طعمها حلو. دي لازم تتعمل باللحمه المفرومه او تتعمل ساده. شكرا يا حوت. البصلايه لازم تقطع كده الشكل ده كده. هعلمك سر دلوقتي، تعملي طبق كشري حلو عايزه بصلايه زي بتاعه المحلات، بتعملي بصاره عايزه عليها بصله مقرمشه حلوه، عايزه بصله مقرمشه تقدميها مع العدس الاسمر بتاع العدس الاصفر بتاعنا اللي احنا عارفينه، عايزه بصلايه مقرمشه حلوه تاكلها كده نوع من انواع المقبلات زي اخواننا في الهند. تعالوا نعملها مع بعض. ادي البصل اهوت بالشكل ده كده. خدي مني تركايه صغيره هتكون هي مفتاح النجاح لأكلتك الحلوة، وهتكون سر في إن يكون الأكلة بتاعتك مميزة غير الجيران وغير الحبايب. أدي البصل بالشكل ده كده أه، حلوة. هناخد ورقتين نعناع حلوين. تخيلي بقى بتاكلي بصل ومتشمش ريحة البصل بعد ما تاكليه، دي حاجة لطيفة أهو. ده نعناع أخضر من غير العروق، أفرمه كده بالسكينة ناعم، طلع نزل هو بصل. ويا سلام لما يكون من خير ارضنا مصر ام الدنيا، بالتاكيد طبعا هيكون طعمه مختلف. ادي النعناع الاخضر، حلو قوي. معانا دقيق بنحط عليه معلقه دقيق، لطيفه وجميله، هي السر في معلقه الدقيق دي يا شيف. اهي كمان شويه عصره ليمون، اللهم صل على النبي. على البصله اه، وانت بتعمل سلطه اصبر على رزقك، ذره ملح صغيره، حلو قوي. هناخد شويه بابريكا، شويه كركم، شويه كمون، ونقلب كل دول مع بعض. حلو. لا دقيق، دقيق حلوه. حطيت ايه يا شيف تاني؟ دقيق، مش هحط زيت، حطيت دقيق وحطيت عصره ليمون وحطيت الكركم والبابريكا، ميه البصل هنا والسوائل بتاعته الجميله المكرمله مع عصره الليمون هتكون بمثابة ان هي تكون بالشكل ده كده. وعندي زيت شديد الحرارة، عندك قلاية زي بتاعتي تبقى شاطرة، وفرت من مصروف البيت وجبت قلاية، دي بتتباع عادي تحطها على الرخامة في المطبخ عندك توفر عليك موضوع الزيت، او تحمريه في قلاية كبيرة. هناخد بعضينا وناخد اتصال من ابو حميد
ونشوف البصلة المقرمشة إذا كانت مع كشري أو طبق بصارة. ولكن خلونا نبص على حاجة مهمة، مخرجنا الجميل وفرسان التلفزيون المصري، البصلة أنا حطيتها في الزيت، لاحظتوا حاجة هنا؟ ما قلبتهاش ولا جيت جنبها، لأن هي دلوقتي في لحظة حرجة، لو قلبتها كتير التوبنج بتاعنا اللي احنا حطيناه على البصل هينزل في قلب الزيت كده، يعني انا ما عملتش حاجة. اي حاجة بتحمريها، سمك، بصلاية مقرمشة زي دي كده، بتحمري قرنبيط بتاعنا المصري الجميل، هيد عليه شوية وهو في قلب الزيت لغاية لما طبعا التوبنج يمسك على وش الحاجة اللي بتعمليها او في الغلاف الخارجي زي ما انا شغال. اهي شفت البصلاية اهي زي ما هي كده، هتطلع معاكي مقرمشة وزي الفل. ايه سر القرمشة هنا يا عم الشيف؟ معلقة الدقيق او معلقة النشا اللي انا قلبتها مع البصلة مع عصير الليمون والبهارات. نيجي نرجع نكمل اهو انا معاك. ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ اخراج شاطر، فريق عمل متمكن اهو، ما جيتش جنبها خالص اهو، شفت تقليب كده بهداوة، هتلاقي الزيت عندك نضيف، تحمري فيه بطاطس وما تقصرش، تحمري فيه اي حاجة انت حباها وما تقصرش، والبصلية لونها احمر بسم الله ما شاء الله زي الفل، ما يتقلبش كتير زي ما هي تسيبها تتحمر. طيب نطلع فاصل نسمع كلام الكبير عشان ربنا يكرمنا، واللي ما عندوش كبير بيشتروا له كبير، احنا عندنا كبير بيحكم العالم كله. تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ومعايا فرسان التلفزيون المصري، ونجيب تفاصيل بصله مصريه بتتكلم مصري بتكنيك عالي من الخبره مقرمشه. تاكلي فستق حلبي مش بصل. اهي شوفوها على الشاشه. البصله دي كانت من شويه بقشر احمر عادي، قشرناها، بعد ما بنقشر البصل بنغسله بشويه ميه بملح عشان ما ينزلش دموع من عينيكي، حلو الكلام، وفرمناها قطعناها شرايح او سلايز او جوليان، دي مصطلحات طهويه مالكيش دعوه بيها، وبعد كده حطينا عليها معلقه دقيق مع شويه بهارات من البابريكا والكركم عشان مديها صفار، وعليها شويه نعناع مفرومين ناعم، هتاكل البصل ومش هتشم ريحه اي ريحه بصل في بقك خالص لوجود النعناع فيه، حلو الكلام اهي زي الفل. لسه هجود عليها على فكره، ده انا مستقبلي مع البصلايه دي. معانا شويه نعناع اخضر، انا هعمل طبق بصاره بقى وعايز اكل البصاره دي واقوم على طول من غير ما افرش اسناني، مفيش اي ريحه، دي شطارتك في المطبخ اهو. واخد العود الكزبره ده كده، اشيل العروق بتاعته، واخد النعناع مع الكزبره وافرمهم ناعم جدا وحذاري. النعناع والكزبره واي خضره انت بتعمليها بتفرميها اوعي تغسليها بعد التقطيع زي ما انا شغال كده. نعناع خدنا الورق بتاعه، كزبره خضراء شلنا العروق وفرمتهم بالسكينه كده بعد غسلهم جيدا، ولازم الفرمه الناعمه دي كانك بتفرمها تبوله. واخد الثنائي الجميل الحلو ده ذو الرائحه الطيبه اللي هو النعناع والكزبره، بلاش الشبت الله يرضى عليك، هتقلب معاك على محشي على طول، ما تضحكيش انا بتكلم جد والله. هناخد ده كده وننزل بوم على البصل. الله عليك يا شيف، الله عليك. ونقلب البصلايه دي، هتخليها عندك في الصالون بقى رايحه جايه كل معلقه منها وادعي لي. ليه حطيت الخضره بعد البصله ما بردت يا شيف؟ عشان الخضار وجمال الخضار يبان في البصل. بعد ما تبرد حطيتيها والبصل سخن، الاخضر ده يسود. لوحه فنيه من البصل، حلوه قوي. تعالوا مع بعض نشوف العدس وصل لفين. البصاره بتاعتنا على النار اهي، اللهم صل على النبي. بنقلبها، ولكن تعالى النهارده انا بعمل ايه يا راجل يا طيب يا جميل؟ انا بحب الصعيده وبموت في الصعيده، خلي بالك انا لو ما اكون فلاحا كنت بقيت صعيدي. انا بعمل بصاره النهارده فول بدل العدس، فول بدل سوري بدل الفول عدس، هتلخبطني ليه؟ وبعمل النهارده بتنجان مسقعه، قلت باللحمه او من غير لحمه، ويوم يوم استاكوزا، يوم لحمه ضاني، يوم ديك رومي، يوم بطايه حلوه، وهكذا والدنيا تمشي كده، يوم مر ويوم حلو يا غالي، عسل وبصل، شهر العسل ان شاء الله. معانا الفول العدس بتاعنا على النار زي الفل، وعايز اغرف الطبق ده. الطبيعي لما اغرف الطبق ده لازم اجيب الاطباق والحبايب والجيران يدوقوا اكلي. احنا فينا عادات المصريه دلوقتي في الصعيد الجميل لغايه دلوقتي الحمد لله، ام محمد وام سعيد وام ابراهيم لازم تجيب الطبق زي الفل
ونوزع على بعضينا الحاجة الحلوة اللي بنعملها. طبق رز بلبن، طبق مهلبية، طبق بصارة من ايد امي رحمة الله عليها، وهكذا. وهو دي العادات الحلوة اللي فينا لغاية دلوقتي الحمد لله في الصعيد المصري والريف المصري. حلو، وندعو الله سبحانه وتعالى ان هي تكون موجودة ونورثها لأجيالنا ثم أجيالنا. أنا جبت طبق كبير، طبق العيلة أهو زي الفل، عشان عايز أغرف طبق بصارة كبير كده يلم العيلة كلها ونقعد كلنا على طبلية واحدة، والكبير يمد ايده الأول، ونرجع للزمن الحلو اللي هو بيدينا الكلمة الطيبة عشان نشتغل وربنا يكرمنا. هناخد البصارة دي أغرفها في قلب الطبق. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا دي انضربت في الخلاط. أنا عارف إنك بتحب الحاجات الحلوة دي نازلة بشكل انسيابي ده. بتتكلم مصر. عدس من أرض طيبة مصر. مش أنا اللي بقول، القرآن الكريم اللي بيقول بصلها وعدسها وثومها. زي الفل كفاية. عندي بصلاية فرحان بها قوي. عامل إبداع. اللهم صل على النبي. هو ده. ارسم لوحة فنية. تتكلم مصر. البصل أرض طيبة مصر. العدس الأرض الطيبة مصر. موجود في كل حتة وبتصدره للدنيا كلها. أحلى من الاستاكوزا وأحلى من الجمبري. زي الفل. تمام؟ ممكن انت ليكي طريقه غرف مختلفه عادي. انا عارف انك هتعملي الحاجه احسن مني مليون مره. انت بتاكلي ولادك وتاكلي جوزك حبيب قلبك، بالتاكيد هيكون احلى واحلى. معايا نعناع اخضر. اللهم صل على النبي. الجرنش ده والبرزنتيشن ده مطلوب. بتعملي لوحه فنيه من اقل تكلفه ممكن. اهو زي الفل. تمام كده، خلص الطبق ده.